بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. ضمنها سموه خالص تهنيه وصادق تمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق اطراد التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.